لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المناقب. الليلة ليلة عيد، ما أجمل العيد إذا كان سعيدا، لن يسعد العيد إلا بكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نستقبل هلال شهر شوال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ربي وربك الله، هلال خير ورشد. اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. الحمد لله رب العالمين، يؤلف القلوب ويذهب الشهور ويأتي بشهور، أمره بين الكاف والنون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. القلوب إليه مفضية والسر عنده علانية، لا تراه العيون ولا تدركه الظنون ولا يصفه الواصفون، وأمره بين الكاف والنون، وأمره بين الكاف والنون. تبارك من في السماء عرشه، تبارك من في الأرض سلطانه، تبارك من في الحياة عزه وقدرته وأمانته. والصلاة والسلام على خير الأخيار، إمام الأبرار، النبي العربي المختار، وعلى آله وصحبه الكرام. الليلة نسعد بأمير المؤمنين في الحديث بلا منازع، الإمام الذي رفع اسم مصر عاليا في الأكوان، إنه الإمام ابن حجر العسقلاني. عسقلان بلدة في فلسطين الحبيبة، تقع على البحر الأبيض المتوسط، ومنها نزح أبوه، يعني جده كان يعيش فين؟ في عسقلان. وأبوه كان يعمل في مصر، فانتقل أبوه إلى إيه؟ إلى مصر، إلى مصر. ابن حجر مولود في مصر في مدينة الفسطاط، في مدينة الفسطاط. توفيت أمه وهو لا زال طفلا صغيرا، ثم توفي والده وهو لا زال أيضا طفلا صغيرا، فنشأ يتيم الأبوين. فأوصى والده إلى كبير التجار في مصر أن يتعهده، فتعهده واعتنى به عناية تامة فائقة، وأتم حفظ القرآن الكريم ابن 6 سنين،
وكان يحفظ السورة في يوم واحد. يعني